dobro živi. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشرف الصلاة وأعظم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا من بعثه الله رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المنتشرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم أيها الأحبة وصلنا على الحديث أو الحديث على الإمام الباقر سلام الله عليه. الإمام الباقر اللي هو الإمام الخامس من أئمة أهل البيت سلام الله عليه، بعد ما حكينا عن إمام أمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين والإمام علي بن الحسين زين العابدين، اليوم رح نحكي عن الإمام الخامس من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم واللي هو الإمام محمد بن علي الباقر سلام الله. طبعاً هون رح نبدأ بمرحلة جديدة، يعني بعد ما حكينا عن الإمام زين العابدين وكانت مرحلة الإمام زين العابدين مرحلة تحول في نهج الأئمة سلام الله عليهم، وهلا رح نشوف يعني شو الأسباب اللي خلت هذا التوجه خصوصا بعهدي الإمام الباقر والصادق، رح نحكي فيهم إن شاء الله. لكن خليني بس أحكي عن اللي بسموها دومتين للإمام سلام الله. الإمام الباقر pensi lui nacque le premier rajab de l'année 57 de l'Egine a Medine. C'est le cinquième imam de Ahlul Bayt pensi lui. Son père est l'imam Ali Sajjad pensi lui. Sa mère est Fatima. Fatima, l'une des petites filles de l'imam al-Hassan al-Mujtaba. Ainsi, c'est le premier imam d'Ahlul Bayt, dont la mère et le père sont tous les deux descendants du prophète Pessir lui et sa femme. الإمام الباقر سلام الله عليه الأبوين من بيه ومن أمه ينحدر إلى مين؟ إلى عائلة رسول الله. بيه الإمام زين العابدين وأمه مين؟ فاطمة بنت الإمام الحسن. لاحظت؟ أبوه هو الإمام زين العابدين وأمه مين؟ فاطمة. فاطمة بنت مين؟ بنت الإمام الحسن. إذا هو يعود وينتسب إلى رسول الله من جهة الأبوين، من جهة أبيه اللي هو زين العابدين سلام الله عليه، ومن جهة أمه اللي هي مين؟ فاطمة بنت الإمام الحسن، يعني جده على الميتين مين؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واضح؟ طيب. لنوم للإمام إي محمد. لنوم للإمام إي محمد. سون سيرنوم إي الباقر. الباقر كي سينيفي اون عرب على فوا لوفرير اي ليلا ريجيسير اي ليلا ريجيسير. شو يعني الباقر بالعرب؟ لوفرير اي ليلا ريجيسير. أحسنت. منقول بقر العلم يعني شق العلم. الباقر العلم من شق العلم يعني عبأ العلم يعني حوى العلم يعني من كان عنده علم لا يحصى. فهم شو يعني الباقر؟ كلمة الباقر من الجاي هلا هون ترجمة لوفرير
ايه؟ للعب جسر. ولكن بالعربي الباقر من عبأ العلم وشق العلم وحوى العلم. قد ما كان عنده علم. الباقر، باقر علوم الأولين والآخرين. طيب هيدي كلمة الباقر منين اجت؟ بيقول من سماه الباقر هو النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول له للإمام الحسين رح يجي ولد من ولدك. النبي بيقول له للإمام الحسين سيأتي ولد من ولدك، يعني من ولادك، يبكر العلم بقرا، يعني يشق العلم، شق يأخذ العلم ويحوي العلم. لاحظ؟ وحين عنا رواية نحن بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بجابر بن عبد الله الأنصاري. جابر بن عبد الله الأنصاري هو أحد الصحابة اللي عاصروا النبي. تعرف شو بيقول له النبي لجابر؟ بيقول له يا جابر، وطبعا جابر من الأشخاص اللي وصلوا ضعاشوا لحين كربلاء، ولما رجعوا السبايا إلى المدينة، والإمام الباقر اللي راح تشوفه ده كان عمره بكربلاء، ما هو ابن الإمام زين العابدين، كان جابر ينادي في أطفال الإمام زين العابدين يا باقر يا باقر. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له فإذا لقيته يا جابر فأقرئه عني السلام. هيدا الولد اللي راح يجي من نسل الإمام الحسين، ابن الإمام الحسين، سيذكر العلم بقرا. إذا لقيته، إذا رأيته يا جابر فبلغه عني السلام. يعني سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام عم يبعث سلام لمين؟ للإمام الباقر. لنود الإمام محمد. Son surnom est Al-Baqir, qui signifie en arabe à la fois l'ouvreur et l'élargisseur. Cette appellation eût été déjà choisie par les prophètes, lui-même. Selon une citation de l'un des grands compagnons de Ahlul Bayt, Jabir ibn Abdullah, à qui les prophètes, paix sur lui et sa famille, avaient dit en désignant l'imam al-Hussein, paix sur lui. Je vais dire, de celui-ci va naître Ali, que l'on appellera le jour du jugement maître des adorateurs. Et de celui-ci naîtra un garçon qui ouvrira et élargira la science. Alors, Jabir, si tu le verras, passe-lui mon salut. C'est clair? Haïdemus. Idem. النبي عليه الصلاة والسلام سيعلن أن من ذرية الحسين واللي هو ابن علي بن الحسين سيأتي ولد اسمه هو سماه النبي باقر. يبكر العلم بقرة. وضحت شو يعني الإمام الباقر؟ أرجوك بكرة يوم من الأيام بدي أسألك عش حسن شو يعني الإمام الباقر؟ عرفت؟ إن شاء الله. طيب الإمام محمد الباقر sur lui avait 4 ans lorsque les massacres de Karbala L'imam Mohammed al-Baqir sur lui avait 4 ans lorsque les massacres de Karbala eut lieu. Puis, il vécut 35 ans sous l'ombre de son père. عاش 35 سنة بظل شو أبوه، يعني بحياة بيه الإمام السجاد. قديش عاش الإمام الباقر؟ 35 ans. أيوة 35 ans sous l'ombre de son père بسير لي. Et ensuite, il fit imam légitime des musulmans pendant 18 ans. 18 ans, quand vous imam
من بعد بلو الإمام الباقر. إمام ليجيتيم، ليجيتيم يعني الشرعي بالنسبة لي هو الحق القانوني، لكن طبعا بدك تقول لي مين أخذ الخلافة بعدين، حديث ثاني. إذا هول لازم تنتبه لهم يا حجي، هذا مظبوط. عاش 4 سنين، كان عمره 4 سنين لما صارت كربلاء، كاتران لما صارت المساكن بكربلاء، عاش 35 بحياة بيو الإمام السجاد، و 18 كان هو إمام ليجيتيم دي مسلمون بندون قديش؟ 18 ليجيتيم. طيب بدي أعرف هلا وأنت لازم تعرف شو الدور اللي عمله الإمام الباقر سلام الله عليه بحياته. طبعا احنا قلنا المرة الماضية انه ما كان تكليف اهل البيت سلام الله عليهم كلهم يعملوا معارك، لانه ما كان في مصلحة. شايف كيف؟ انه اليوم شو في مصلحة اذا انا بدي اعمل معركة وهي المعركة ما تجيب ولا نتيجة؟ بالعكس انا بنقتل والخلص من اهل والاهل والاصحاب بنقتل، شو راح يكون في مصلحة من هذه المعركة اذا ما كنت راح تجيب نتيجة؟ بالوقت هيدا انتبه مظبوط، بالوقت اللي كان فيه الإمام الباقر سلام الله عليه موجود، في بزمن الإمام الباقر والصادق جميع البني أمية كانوا ملتهيين عن أهل البيت بإخماد الثورات، يعني صار في ضدهم هون تطلع من ثورة وهون تطلع من ثورة وهون تطلع من مشكلة، شوي يتهوا عن أهل البيت. أهل البيت بهي المرحلة لأمي سلام الله عليه الإمام الباقر ومن بعد منه الإمام الصادق استغلوا هاي الفترة لتعليم الناس، لحفظ الدين، لفتح جامعات من أجل التعليم والتفسير، ومن أجل انتبه لأنه بهذه الفترة طلع في عندك أشخاص صاروا يشككوا الدين ويزدوا أمور ليشوشوا عقيدة الناس، ودخلوا اليهود على الخط والمشككين على الخط والزنادقة بيسمون على الخط هون ملاحدة والزنادقة. فتولى الإمام الباقر أهم مهمة وأعظم مهمة اللي هي الدفاع عن الدين بالعلم وبالمعرفة وبالتفسير وبتثبيت دعائم الدين الإسلامي. لذلك لورسكي الإمام الباقر بيسيروي بريسا بلاس دون لا موسكي دي بروفيت بيسيروي سا فامي بور انسيني لي بريسبيت de l'islam, préceptes de l'islam aux musulmans, ceux-ci n'étaient pas habitués à plus d'un simple récit ou récitant des hadiths ou des versets coraniques par lesquels les savants de l'époque répondaient aux questions des gens. Yani, l'imam Zayd al-Imam al-Baqir, sallallahu alayhi wa sallam, ما كنت الناس معود عليه، كنت معود الناس انه بعض العلماء او بعض المفسرين بيطلع يفسر بعض ايات القران او بيجاوب على بعض الاحاديث، بينما مدرسه الامام الباقر سلام الله عليه كانت مدرسه اعظم، ودخل الامام باصل العقيده وباصول الدين، ولذلك خلق نحن بنقول اهل البيت سلام الله عليهم هم اللي ائمه العلم من أمير المؤمنين، طبعاً عم بحكي بعد النبي سلام الله عليه إلى آخر إمام من أئمتنا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هن بيتناقلوا علم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الطبيعي جداً أن يكون الإمام الباقر هو أول رجل يغير، لما قعد الإمام على منبر النبي في المدينة فتح جامعة في المدينة لأجل أن يحفظ مبادئ الإسلام، البريسات دي الإسلام، مبادئ الأسس. فإذن لورسكي الإمام الباقر بريسا بلاس دون لا موسكي دي بروفيت بيسي روي إيسا فامي بور أنسيني لي بريسات دي الإسلام أو مسلمون سيسي نتي با زابيتيي أبلي نسان récit ou récitation
des hadiths ou des versets coraniques par lesquels les savants de l'époque répondaient aux questions des gens. L'imam al-Baqir, وهذا نحن لما بكرة بتسأل أنت شو الدور اللي لعبه الإمام الباقر الإمام الصادق؟ أنا بس بدي أوضح لكم شغلة اليوم إنه نحن اليوم لما بنجاوب على أسئلتكم مش هيك؟ لما بنجاوب على أسئلتكم بالفقه بالعقيدة بالتفسير نحن لما بنقول مذهب أهل البيت مش هيك؟ شو يعني؟ اليوم انت مثلا ممكن انا بس تنزل عن المنبر تجي تسالني الوضوء والمساله في الوضوء، مساله في الصلاه، مساله في الخمس، مساله في الصوم، مساله في الحج. نحن لما نقول مذهب يعني في فقه، في عقيده، في تفسير، مش هيك؟ مين اصل هذا السورس يعني المذهب؟ الامام امير المؤمنين. عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي كمل؟ أنا بدي أقول لك انتبه، أهم مرحلة من مراحل تأسيس مذهب أهل البيت من الناحية الفقهية والعقائدية والتفسير كانت في زمن الإمام الباقر وفي زمن الإمام الصادق سلام الله. وبكرة جاي الأسبوع الجاي إذا الله راد الحديث عن إمام المذهب اللي هو الإمام الصادق سلام الله، جعفر الصادق. لذلك إحنا بيسمونا جعفريين. تعرف ليه بيسمونا جعفريين؟ نسبة للإمام جعفر الصادق سلام الله عليه. لذلك لأنه أخذنا أصول مذهبنا عن مين؟ عن الإمام جعفر الصادق. إذن عم تلاحظ هذه المرحلة قديش مهمة، مرحلة الإمام الباقر اللي هو أبونا الإمام الصادق لتأسيس مرحلة العلم. بكرة بسألك طيب انت شو بتعرف عن الامام الباقر؟ بتقول لي الامام الباقر هو الذي ارسم معالم الاسلام. طيب فاذا الامام الباقر انوغيرا، الامام الباقر بيسير لوي انوغيرا ان باج نوفيل دون ليستوار سيونتيفيك دي مسلمون ان ressuscitant l'enseignement multidisciplinaire que son grand-père, l'imam Ali, avait bien représenté comme il se devait. يعني الإمام الصادق سلام الله عليه الإمام الباقر فتح لنا صفحة جديدة ها من صفحات العلم والمعرفة، وطبعا هذه التعاليم وهذه العلوم اللي استقاها من مين؟ من جده الإمام علي واللي هو مثله أفضل تمثيل كما يجب. صحيح؟ طيب بهالمرحلة بدك تشوف الواقع السياسي شو كان؟ قلت لك زمان جماعة بني أمية كانوا ملتهيين عن أهل البيت، كانوا عم يطفوا المشاكل اللي عندهم، وأكيد الإمام سلام الله عليه اعتبر انه المصلحه هي بحمايه الاسلام فكريا، انه نحمي الاسلام ونحافظ على الاسلام كدين، مش بالضروري وما في مصلحه تحمل سيف وتقاتل بهذه المرحله. الور كي لي بوفوار اومياد ايتي توكيبي ا ماتي لي انسيركسيون اي لي ريفولت دي مسلمون dans les diverses contrées du calife, Médine devenait petit à petit et par la présence de l'imam al-Baqir la véritable capitale de la science de tout le monde islamique. بفضل مين؟ بفضل الإمام الوقت اللي جماعة مشغلين بالسلطة الإمام حول المدينة إلى معلم من معالم العلم والمعرفة. La réputation de l'imam fut telle que être l'un de ses élèves était le rêve de tout jeune musulman avide de sciences. Et c'est ainsi que le nombre de musulmans
qui eurent cette chance dépassable des milliers, chose absolument nouvelle dans l'histoire de la communauté musulmane. C'est clair? طبعاً شيء جديد لم تألفه حاضرة الإسلام اللي هي المدينة. يعني الإمام سلام الله عليه لما جلس بهيدا المجلس على منبر المدينة حول المدينة لجامعة، والطلاب كانت تأتي وتذهب وتقول سمعت عن الإمام الباقر وسمعت وتعلمت من الإمام الباقر. خليك تعرف أنه حتى أئمة وفقهاء من كل المذاهب الإسلامية تتلمذوا على يد الإمام الباقر سلام الله عليه. لكن طبعا نفس أن يكون هناك إمام بحجم الإمام الباقر وله أنصار وله محبين وله مريدين، وجود هكذا رجل مكان يناسب إذا صح التعبير طغاة بني أمية. وبني أمية مثل ما كانوا السبب في قتل أجداده للإمام الباقر كانوا هم السبب أيضا في قتله، لأنه كانوا بيعتبروا بني أمية أنه الإمام الباقر حتى ولو علميا وحتى لو ما عم يتعاطى بالسلطة مش هيك، وحتى لو ما عم ينافسهم على حكم، ما كان بيناسبهم أنه يتعاظم شأنه للإمام ويعلو رصيده بين المسلمين. لذلك الحقد والحسد والكراهية اللي قلتوها أبا عن جد دفعت بهم إلى شو؟ إلى قتل الإمام الباقر سلام الله عليه، كما قتل أبائه وأجداده سلام الله عليه. Malgré les désintéressements total de l'imam al-Baqir vis-à-vis des élites pour les pouvoirs, رغم أن الإمام الباقر مثل ما عم قل لك ما كان بهذا الوارد، ما كان بهذا العالم، ما كان مهتم بشؤون السلطة ومنافس على السلطة لأنه ما كان في مصلحة، لكن رغم هذا رح نشوف شو يصير. Malgré les désintéressements total de l'imam al-Baqir vis-à-vis des luttes pour les pouvoirs, et bien qu'il avait consacré sa vie pour la science et l'enseignement des prescriptions de l'islam et de ses préceptes loin des mouvements politiques et des insurrections qui n'avaient jamais cessé d'ébranler la terre omaïade, le tyran de Damas ne pouvait pas supporter son existence. رغم كل هذا الشيء الطاغية في دمشق لم يحلو له ولم يناسبه أن يبقى الإمام على قيد الحياة. رغم كل هذا لاحظت le tyran de Damas ne pouvait pas supporter son existence et sa réputation de plus en plus grande et vaste, tout comme prédécesseur criminel, sans scrupule, les souverains omaïades ordonna d'empoisonner l'imam al-Baqir. يعني كان في الحديث ما منا إلا مقتول أو مسموم. راح تلاحظ أنت إنه أئمة أهل البيت سلام الله عليهم من الإمام الباقر حتى الإمام المهدي كلهم قتلوا بالسم. هتلاحظ هذا الشيء. فإذا tout comme ses prédécesseurs criminels
sans scrupule, le souverain Omayyade ordonna d'empoisonner l'imam al-Baqir. Croyant ainsi que son crime va mettre fin à son école. نفكر انه اذا انا بقتل الامام راح احط نهايه لهيدي المدرسه، راح اطفي هيدي المدرسه. كرويون انسي كي سون كريم فا ميتر فان ا سون ايكول اي دونجوندري كي مناسي دي روندر ليبر لا غروند ماس دي مسلمون اي دونجوندري des musulmans et d'engendrer ainsi une prise de conscience générale qui mettrait fin à la tyrannie des Omeyyades. هذه المعركة أو هذا الصراع للأسف هذا كان صراع مشحون بحقد بكراهية وطبعا الجماعة ما كانوا شايفين في مصلحة الإسلام لو كانوا هول جماعة السلطة سلطة بني أمية وسلطة بني العباس من بعدهم كانوا فعلاً كما كانوا يتبجحوا هم المسلمين كانوا بيقتلوا إمام بهذا الحجم كانوا بيقضوا على مدرسة من هيك بهيك مستوى جاوب لو كانوا فعلاً ظاهراً رافعين شعارات الإسلام ويبنوا مساجد ويزخرفوها ويزينوها وترفع الأذان يرفع الأذان وتقام الصلاة ولكن شو هذا؟ هذا مثل ماسك قناع بينما الحقيقة مش هيك الحقيقة منا هيك أبدا لذلك هذه المدرسة اللي افتكروا أنه راح يغلقوها بقتلهم للإمام الباقر سلام الله عليه طلع بقيت هذه المدرسة بالعكس راح نشوف الأسبوع الجاي أن اللي هاي المدرسة استمرت وإجا الإمام الصادق سلام الله عليه كفى المسؤولية وكفى الدور اللي شو اللي كملوا اللي بلشوا أبو الإمام الباقر سلام الله كرويو أنسي كيسون كريم بامت فا أسون إيكول كي menacé de rendre libre la grande masse des musulmans et d'engendrer ainsi une prise de conscience générale qui mettrait fin à la tyrannie des Omeyyades. Le 7 Dhul-Hujja de l'année 114 de l'Hégire, l'imam al-Baqir, paix sur lui, rejoignit ses prédécesseurs et ancêtres dans leur existence auprès du Seigneur, du Seigneur du monde. Bi Saba Dhul-Hujja, l'imam al-Baqir, salamullah alayhi, iltahaq bi min, iltahaq bi aslihu, ala ilma, salamullah. إذا قديش كان عمر الإمام الباقر سلام الله عليه؟ أنسي الإمام الباقر في سلوي فيكي 51 عام كي باسا أو سيرفيس للإسلام 51 سنة الله بيشوف يخدم للإسلام 51 عام شباب Ainsi l'imam al-Baqir, paix sur lui, vécut 51 ans qu'il passa au service de l'islam et au cours desquels il put conserver les messages divins de toute falsification et les prescriptions divines, de tout oubli ou négligence. يا اخواننا طبعا انا عم بحكي عن الامام الباقر هو بتقول له ريزومي خلاصه والا اذا بدنا نقعد نحكي عن تفاصيل حياه الامام وعن اخلاق الامام وعن دور الامام وعن تسامح الامام وعن علم الامام بدنا ايام وليالي لذلك انا بنصحكم
نصيحه، انا عم بعمل خلاصه ريزومي، لكن انت مطلوب منك تروح تفتح الكتب والسيت انترنت وتطلع على البيوغرافي وتطلع على حياه الامام وعلى مواقف الامام وعلى دور الامام بالتفصيل. يعني مثلا اذا بدك نحكي عن اخلاق الامام، تسامح الامام، اذا بدك نحكي عن دور الامام وعلم الامام، اشياء كثيره ما عندي وقت بيسمح لي اني اقعد ادخل بتفاصيلها، لكن حبيت بس ضوي لك علي نعملها واختم لك انه الامام سلام الله عليه، الامام الباقر سلام الله عليه، اذا بدنا نجي نحط نحن جواب على سؤال شو كان دور الامام؟ شو عمل هالامام؟ شو ترك هيدا الامام؟ بكفيني لك انه هذا الامام هو حافظ الاسلام الحقيقي. لانه بهيدي الفتره صار يفوتوا بعض اليهود وبعض المشركين وبعض الزنادقه ويشتغلوا ويحاولوا يحرفوا بالاسلام، مين تصدى لهم؟ مين اللي وقف بوجههم؟ مين اللي كان يبين الحقيقه للمسلمين؟ مين اللي كان يعطي علم لا شك فيه؟ منبر الامام الباقر سلام الله عليه، ومن بعده الامام الصادق، ومن بعده الائمه سلام الله عليه. يعني هذه الادوار لما بنقول الائمه الاثنى عشر اولياؤنا في الدنيا وفي الاخره، لانه تركوا لنا علم النبي، ولولا هؤلاء الائمه ايها الاحبه لكان الاسلام اللي موجود بين ايدينا اليوم اسلام اسلام ولا خصه بالاسلام حقيقه. هل نقرا اليوم نحن بسير ائمتنا عليهم السلام؟ في حديث من احاديث ائمتنا يتبنى اللي عم يصير اليوم بالعالم الاسلامي باسم الاسلام؟ هل باخلاقيات ائمتنا في قتل وذبح وحرق؟ جاوبوني. هل في اخلاقيات ائمتنا في حقد وكرم؟ طيب انا بدي اختم لك بهذه القصه عن الامام الباقر سلام الله. يوم بيجي احد الاشخاص من اللي بيكرهوه للامام الباقر وبيكرهوا اهل البيت، بيجي بيشوف شخص بيقول له خذ هاي المصاري، خذ هاي المصاري وروح سب للامام. بيعطيه المصاري بيقول له روح سب له للامام الباقر. بياخذ هيدا، بختم لك انا بختم لك الحديث، بياخذ هيدا المصاري وبيروح بيقف حد الامام. شو بيقول له؟ بيقول له انت البقره واسمه الباقر. والباقر قلت لك شو معناتها؟ ها؟ لكن انت البقره يعني تجي على العرش والعياذ بالله. الواحد عم بيقول له هو اسمه لقبه الباقر. الإمام طلع فيه قال له بكل هدوء بكل هدوء، قال له يسمونني الباقر، يقولون عن الباقر وليس البقرة، بكل هدوء بدون استفزاز يعني بإيكال. هلا هنا لا انه ما مش الحال، قال له قال يلا بعلي الدوز شوي، قال له انت من الطباخه؟ تمام، انا قلت لك من هي ام الامام الباقر؟ ها، من هي؟ فاطمه بنت الحسن سلام الله عليه، يعني بنت الامام المعصوم. ويقال ان فاطمه بنت الحسن كانت من خيره النساء علما وادبا وفضلا، يعني امرأة ها لم يفهم بيقول امرأة فاضلة. وانا عم يتمسخر عليها بيقول له انت ابن الطباخة، يعني امك لكويزينيان مش هيك؟ طباخة كويزينيان. طبعا هون الامام بنفس الهدوء والحكمة السجاس رد عليه. شو قال له؟ قال له تلك حنفتها، يعني إذا كانت أمي طباخة كما تقول فهذا شيء ما بيعيبها، يعني هذه ما في عيب إنه إذا وحدة المرأة بتطبخ، يعني إذا كانت كويزينيات شو عيب يعني إنها تكون طباخة؟ افرض أنا أمي طباخة شو المشكلة يعني؟ انتبه انتبه.
هيدا الرجل طبعا قابض مصاري، يعني هو اللي عم يحكي قابض حقهم، عرفت كيف؟ بده يستفز الامام اكثر. الا شو قال له هون؟ حاول يعلي الدوز على الاخر، قال له انت ابن البليئه والعياذ بالله. انت ابن البليئه يعني انه امك كانت تحكي حكي مش منيح، يعني يطلع منا حكي مش منيح. قال نحن اذا واحد اجى سبلنا عندنا اي والله العظيم انشقفه، عرفت كيف؟ لانه تعاطى مع هذا الموضوع ب بردة فعل، مش هيك؟ الإمام كان عم يفتش لأبعد ما أنا وأنت منفتش عليه. الإمام بيعرف كأنه هذا الشخص مدفوع مأجور، يعني شو قال له؟ قال له إن كنت ما تقول حقا، يعني إذا أنت يعني إذا كنت أنت على حق، إذا كنت أنت على حق غفر الله لي. يعني إذا أمي فعلاً كانت بليئة مثل ما أنت عم تقول، الله يغفر لها. وإن كنت ما تقوله باطلاً، إذا كنت اللي عم تقوله باطل وعم تفترى عليها، غفر الله. الله يسامحك. هيدا الرجل لما سمع هذا الكلام صار يبكي، والإمام بده يوصل لهون أصلاً. قال له خلص، اعذرني يا ابن رسول، اعذرني يا ابن رسول، انا دفعت لهذا، انا ما الله اعلم حيث يجعل رسالته. الله يعرف من هي اولياءه بالارض. هذه اخبار الانبياء، هذه اخبار، هذه هذا حلم الكرماء واخبار الانبياء، والله اعلم حيث يجعل رسالته. وسامح، وانا اتوب، وانا هلا من انصارك ومن اتباعك ومن شيعتك. هي الاخلاق اهل البيت، مدارس اهل البيت. من كان يواجه الاهانه بمثلها؟ مش لانهم كانوا ضعاف، انتبه انتبه، كان عندهم بنقول احنا بارتيزان، وكان عندهم ناس تحبهم وناس تدافع عنهم، صمت بدون شك، ولكن كانوا يطولوا بينهم ليجيبوا الناس، ليحاولوا يشيلوا الغشاوي عن قلوب الناس، هذا البريار اللي موجود، حب الدنيا، هذا الصبر، هذا العلم. الغضب كلنا بنغضب، والمشكلة لما بنغضب نحن نتهور بغضبنا، بينما أهل البيت كان غضبهم لله وفي الله. طيب الإمام علي سلام الله عليه، معلش أعطيني دقيقتين معاه. الإمام علي سلام الله عليه هو جده للإمام الباقر، مش هيك؟ يعني من الأجداد. يوم معركة الخندق، معركة الأحزاب، عمرو بن عبد الود العامري، احسن، عمرو بن عبد الود العامري لما ضرب الامام على فخذه وقع عن 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 الشباك، عن الحصان، مش هيك؟ وقع، قرب الامام بده يضربه، اجى لقطه تفل في وجهه، لانه ما عرفوا سلاح غير هيك. الامام تراجع خطوات، وبعد دقائق رجع وقتل عمرو. عم تسمع؟ قتل عمرو. لماذا؟ سألوه قالوا له ليش يا أمير المؤمنين لما بمعركة الخندق، ليش يا أمير بمعركة الخندق ما أجهزت على عمرو لما انتفل في وجهك؟ قال لأنه لما انتفل عمرو في وجهي غضبت لنفسي، أنا غضبت منه لنفسي، وأنا ما بجي أقتله غضبا لنفسي لأنه أنا ما عندي مشكلة معه شخصية، فهمت كيف؟ أنا أصلا اللي خلاني أقتل عمرو غير عمرو هو مسألة الإيمان والكفر علي، ما كان يقاتل الناس لأنه كان عنده هواية بالقتل. أرجوك، الإمام علي سلام الله عليه الذي نحبه
ونحب سيفه. هذا السيف ما كان عنده هواية، يعني عنده سموها ساديست، أنه بيقتل، عنده أنه بيحب القتل. لا لا لا، الإمام علي سلام الله عليه كان يقول: ضربت أنوف القوم حتى شهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني أنا كانت مشكلتي مع الكافر أنه كافر، لكن مجرد ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد صار خيي، صرت بدافع عنه، صرت بحميه، صرت بحميه. مش إنه أنا بنزل على المعركة لأني بحب القتل. فلما انتفل عمرو في وجهه غضبت لنفسي ولم أرد أن أقتله غضبا لنفسي. أنا ماني جاي أقتله غضبا لنفسي، فرجعت لورا. ولما هدي الغضب، ها، لما هدي غضب نفسي رجعت وقتلته غضبا لربي. سكلير غضبا لربي، لأنه هيدا عدو الله، هيدا عدو الله. أنا عدائي معه مش مشكلة، تنحل أمور، لكن أنا معركتي معركة إيمان وكفر. علي بن أبي طالب هكذا سلام الله عليه. أهل البيت هن جماعة اسم أهل البيت. أي بيت؟ بيت الله. هو أهل الكعبة، أهل الدين، امتداد النبي، هول أحفاد النبي، مش هيك؟ فمن الطبيعي تكون هي أخلاقهم، أخلاق الإمام الباقر وأخلاق الإمام الصادق سلام الله. طيب بعد كمان مسألة، صحيح كانوا بني أمية ضد أهل البيت، صحيح، وهم اللي قتلوا أئمة أهل البيت. بس أنا بدي أذكر لك قصة صارت وفيك تقراها بالكتب، موجودة بالكتب. أنت معك خبر على زمن، على زمن بني أمية، طيف العملة اللي العملة اللي كانوا يستعملوها، ها؟ يعني إيه دل... البياس والموني كانت عملة البيزنطيين، الروم، الروم. يوم من الأيام بيصير فيه مشكلة، الإمبراطور الرومي بيزنطي بيقول له لجماعة العرب، لجماعة بني أمية، إنه أنا إذا ما بتسدوا لي الدين أو المال اللي عندي رح أقطع عنكم، رح يجي يستولي على أراضيكم. بيصير فيه مشكلة. بيجي ساعتها الخليفة الأموي يستشير الإمام، الإمام أمير، الإمام الباقر سلام الله عليه، بيقول له للإمام للخليفة وقتها: اجمعوا شو في عندكم ذهب وفضة واعملوا عملة خاصة فيكم. هذه مشهورة بالكتب. ليه انتم بدكم تكونوا مرتهنين بهذه الدولة اللي تستخدموا عملتها؟ خلينا نحن نجمع شو في عنا ذهب وفضة ونحن نعمل العملة تبعنا. العملة الإسلامية، أول من عمل عملة إسلامية كانت على عهد الإمام الباقر سلام الله. ما كانوا أئمة أهل البيت سلام الله عليهم يعني إنه والله ضد السلطة بمعنى ضد الإسلام. كانوا أحياناً يساعدوا السلطة إذا كان في مصلحة للإسلام في مساعدة السلطة. واضح؟ إذا كان في مصلحة لبلاد المسلمين ولو اقتضت مساعدة السلطة فكانوا هيك. وكان الإمام علي سلام الله عليه كان يقف مع الخلفاء من أجل مصلحة الإسلام. هو الناس اللي نفهمه من تاريخ أئمتنا. أرجوك اليوم لما بتقول أنا أتبع الأئمة الاثنى عشر ولا أعرف شيء عن أئمة الاثنى عشر، شو يعني؟ تنطرنا لحتى نخدق على المقبرة ونقعد على القبر ونقول لك الإمام الباقر إمامك والإمام الصادق إمامك والإمام الكاظم إمامك هؤلاء يا أئمتي؟ يمكن تكون عم تسمع من كلهم، شو بعرفني؟ بدنا نتولى أئمة أهل البيت بحياتهم، مش بس الموت، مقربين شهادة الموت. عم تفهم علي؟ اليوم عندك مسؤولية تروح تتعرف على أئمتك. أنا اليوم عم بعطيك مثل ما بقولوا خلاصة، ريزيمي. مين؟ أنت مطلوب تروح تاخذ الديتاي كلها من مصادرها، تتعرف على أئمتك،
وبكره لما بنقول لك قلد مرجع، هيدا المرجع العلمي اللي جابه ما جابه من عند من يعني كلمة بالتراب هو يطلع من تحت التراب، هيدا علم أهل البيت، هذا علم الأئمة. لما أنا بقعد هون وفسر لك القرآن، شو أنا عم فسر القرآن برأيي؟ أنا عم فسر لك كما قال الأئمة سلام الله عليه. لما بعطيك الفتوى بعطيك كما قال الأئمة. لما بتقلي بدروع على الحاجة بقول لك بتحج هيك وبتطوف هيك وبتسعى هيك وبترجم هيك كما قال الأئمة. احنا عندنا كتب يا حبيبي فيها احاديث الائمه سلام الله عليهم، وخصوصا الامامين الباقر والصادق سلام. وبكره بتشوف الاسبوع الجاي لما نحكي عن الامام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه وعلى الائمه اجمعين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.